بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الاهلي، دكتور وائل ابو العزم يحييكم، حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على مباراة كرة السلة بين فريقي الاهلي وسموحة في اطار الجولة السادسة للدور الاول للترتيب من 1-8 في دوري السوبر سيدات موسم 2023-2024. بيمثل النادي الاهلي هناء سالم، ميرال اشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، جودي الجهري، تماره نادر السيد، حبيبه محمد، بيكو، يارا اسامه، جايده خالد، والاداره الفنيه لغزال مصر مديرا فنيا الكابتن طارق خيري، ومعاه الكابتن كريم محمد اسماعيل والكابتن علياء محمود، اما اللياقه البدنيه الكابتن محمد عبد العزيز، والطبيبه دكتوره مروه الحسيني، ومدير الفريق الكابتن ماجد المسلمي، اداري كابتن نجاح ربيع، محلل اداء كابتن اشرف الشربجي، تاهيل نفسي دكتوره مي القاضي، تدليك الدكتوره ايمان جمال، علاج طبيعي دكتوره ياسمين الكيلاني، ومهمات كابتن محمد جمعه. اما سموحه بيمثلوا مي حلوه، رضوى علاء، ريم اسامه، رنا محمد، ملك عبد القادر، حبيبه لطفي، ملك سامي، فريده طارق، ايتن ايهاب، هنا عبد العال، نور المهدي، حنين احمد، والاداره الفنيه الكابتن احمد جمعه مديرا فنيا، ومعاه الكابتن محمود يونس والكابتن محمود ابو العيش، واحمال كابتن شادي محروس، واحصائي كابتن شروق بدراوي، ورئيس للجهاز الاداري كابتن باهي فاروق، واداري كابتن جهاد سمير. اما العلاج الطبيعي دكتوره منية محمد، رئيس الجهاز كابتن تامر مصطفى، والمشرف الرياضي كابتن عماد هاشم. يحكم لقاء اليوم الكباتن دكتور محمد الدمياطي والكابتن امين هشام من منطقه القاهره الاثنين، وعلى الطاوله سما سليمان، احمد طارق حامد، طه عماد، رويده عمرو الزيات. لحظات وهنبدا مع حضراتكم احداث اللقاء السادس. الاهلي حتى الان العلامه الكامله، فايز الخمس مباريات اللي لعبهم قبل كده، وسموحه في المركز الرابع، الاهلي في المركز الاول وسموحه في المركز الرابع، وفي اقرب توقف هقول لحضراتكم كده نتائج الفرقتين مع الدوري الممتاز خلال الخمس مباريات السابقه. نزل لاعبات الاهلي، شايف ثريا ونادين وميرال، وبتستعد ثريا ايه، واخر تعليمات الكابتن علياء بتديها للاعبات، ورضوى محمد موجوده، ويارا اسامه، وثريا بتاخد التعليمات ونازله، وان شاء الله كل التوفيق لملكات السله بالنادي الاهلي. نزل لاعبات سموحه، ويارا اسامه في منتصف الدايره، ومعاها ملك سامي من سموحه، والكابتن امين هشام هيستعد للدخول لاجراء كره القفز. كابتن امين هشام من الحكام الواعدين الصاعدين اللي بنتنبأ ليهم بمستقبل طيب، وكره في حيازه النادي الاهلي، يعني الحيازه اللي جايه لصالح سموحه، تروح الكره على طول لمرال، ومرال طلع بره لثريا، وتصويبه ولكن تتحجز في النص كده وتاخدها تاني ثريا وتصوب، ولسه ما سخنتش ثريا، تروح الكره لملك سامي، ملك تلعبها ناحيه الشمال لحبيبه، حبيبه طلع الكره ناحيه اليمين لريم اسامه كابتن فريق سموحه، ولكن تخرج الكره خارج الملعب اوتسايد. ميرال بتطلع الكره، هات وخد ميرال، تاخدها الكره وتعدي، تلعبها لرضوى، ورضوه ناحيه الشمال، وتصويبه من نادين في سن الحلقه، وتتنطط على الحلقه ما تنجحش في التسجيل، وتروح الكره على طول لسموحه، فريده طارق تلعبها لحبيبه، وحبيبه قافله عليها نادين، بتطلع يارا تساعدها وتقفل معاها، ولكن تتقطع الكره تروح على طول للنادي الاهلي، تاخدها على طول ميرال، وميرال لنادين، وطالعه نادين، واول نقطتين للنادي الاهلي، اتنين الاهلي لا شيء سموحه، والكره مع حبيبه لطفي، بتقفل عليها نادين، تلعبها ناحيه الشمال لفريده، فريده لريم، ريم تاني لرضوى علاء، رضوى الريم، وتصويبه من ريم في سن الحلقه، تروح الكره على طول لرضوى محمد، بتعدي من ناحيه الشمال رضوى، الزون مفتوح، هتفكر وتدخل،
بيتسقط الكرة ليارا، وعلى طول ليارا تسجل نقطتين ترفع النتيجة 4 الأهلي لشيء سموح. تصويبة ليارا اللي سجلت منها النقطتين، والكرة مع ريم أسامة تلعبها لرضوى، رضوى تعكس الملعب لحبيبة لرضوى تاني، والتصويبة في سل الحلقة تعجز كده على الكرة نادين وتطلع اوت سايد لصالح النادي الأهلي. رضوى محمد، شايف سموحة كده بيلعب مال من اول الملعب، رضوى بتعدي وخطأ شخصي على حبيبة لطفي. ثريا تطلع كرة لرضوى، فعلا بتخبط ايديها ايه، والكابتن امين هشام بيحتسب فعلا الخطأ الشخصي، وطلع على طول مرال وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 6 لا شيء. الكرة مع سموحة، حبيبة لطفي بتعدي حبيبة من ناحية اليمين، تقف على كرتها وتعكس ترد تاني، ولكن تقطعها نادين، واتنين على واحد وداخلة نادين، وتلعب على طول ليارا وتطلع يارا، ولكن خطأ الشخصي بيحتسب الدكتور محمد الدمياطي رئيس فريق التحكيم النهارده. خطأ شخصي لصالح يارا أسامة يستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى، ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثانية. وبتنجح في التسجيل ترفع النتيجة 7 لا شيء. حبيبة تلعبها قبل الثمان ثواني، تروح الكرة الملك، تقطع الكرة خارج الملعب، بتقطعها يارا خارج الملعب اوت سايد لصالح سموح. حبيبة تطلع الكرة، يحتسب عليها مخالفة الخمس ثواني، هي بتقول لها اهو، تقول لها استلمت الكرة العبي على طول. طبعا احنا عارفين ان اللاعب طالما استحوذ على الكرة له خمس ثواني، سواء ادخلها من الاوت او تصويب الرمية الحرة، او لو مسك الكرة بعد دريبل انه وحصل عليه اطباق يلعبها بعد الخمس ثواني او قبل الخمس ثواني يعني. محاولة من مرال في سن الحلقة وخطأ الشخصي على يارا، هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. خطأ الشخصي الأول على يارا، رضوى هتطلع الكورة تلعبها الحبيبة، حبيبة الرضوى، رضوى بتحاول تعدي تلعبها الريم، ريم لقيت الزون مفتوح وداخلة ريم وبتصوب ريم وبتسجل أول نقطتين. هتشوف هنا هل في صفارة طلعت القرار، خطأ الشخصي ورمية حرة إضافية، يبقى احتسب النقطتين ورمية حرة إضافية. بتنجح تسجيل الرمية الإضافية 3 سموحة 7 الأهلي، وتتقطع الكرة وتاخدها ريم وتلعبها ناحية الشمال، تحاول عليها فريدة ولكن ما تنجحش، تلم الكرة على طول دفاعات الأهلي، تاخدها رضوى، ورضوى مستنية زميلتها تلعبها، تاخدها يارا الناحية التانية لنادين، ونادين بتحاول توسع لنفسها، تسقط الكرة ليارا ولكن تروح لنادين تاني، وداخلة نادين وبتصوب نادين في سن الحلقة، تلم الكرة مرال وطالعة مرال، تاخدها يارا، وخطأ الشخصي لصالح يارا هيستوجب رميتين حرتين. كابتن أمين هشام بيحتسب الخطأ الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على رضوى علاء. تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى 8 الأهلي 3 سموحة. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية.
رضوى تطلع الكوره تلعبها لملك لرضوى تاني، مقفول عليها من مرال، بتدخل نادين ولكن بتعدي خط النص قبل الثمان ثواني، تاخدها حبيبه، حبيبه بيتقفل عليها تلعبها لريم، وريم بتحاول تعدي وتصوب من الثبات من زاويه 45، ما تنجحش في التسجيل، تلمها يارا، عفوا لميرال، لسوريا، سوريا المرال، بتسقط الكرة على طول لرضوى اللي بتطلع تسجل نقطتين ترفع النتيجة 11 الأهلي 3 سموحة. حبيبة تلعب الكرة لرضوى، وداخلة رضوى توسع لنفسها، وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على نادين السلعاوي، الخطأ الشخصي الأول. هتصوب رضوى الرمية الحرة الأولى، بتنجح التسجيل. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما تنجحش في تسجيلها، تلم الكرة على طول مرال. مرال بتعدي، تقف على كرتها مرال، تعكس الملعب لرضوى. رضوى بتعكس الناحية التانية لسوريا، ويلا سوريا عايزين نشوف ثلاثيتك يا سوريا. وسوريا يا سلام يا سوريا، جملة حلوة قوي ما بين سوريا لنادين السلعاوي اللي دخلت تحت الباسكت تسجل نقطتين ولا أروع، ترفع نتيجة 13 الأهلي 4 سموحة. بيطالبوا بمخالفة المشي بالكرة ولكن الحكم بيقول يلعب، ونقطتين لصالح سموحة بتسجلهم رنا محمد، 6 سموحة 13 الأهلي. بص 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 سوريا بصت فين حضراتكم؟ بصت شمال، خلت الفرقة كلها ركزت الناحية التانية، والباصة كانت يمين لنادين، وهو ده حلاوة كرة الباسكت والخداع عند سوريا. أوتسايد لصالح النادي الأهلي من أسفل سلة سموحة. وفي تغيير في سموحة، بتنزل هنا عبد العال وبتخرج ملك سامي. هنا عبد العال معارة من سبورتنج لسموحة لنهاية الموسم في الانتقالات الشتوية. سوريا وتصويبة في سن الحلقة، ترد الكرة على طول ومحاولة على الكرة، ولكن تاخدها هنا تلعبها لحبيبة، ودخول من رضوى تطلع الكرة بره، ورنا تلعبها لهنا اللي بتصوب وبتسجل أول نقطتين بعد ما نزلت مع سموحة. 8 سموحة 13 الأهلي. والكرة مع ميرال تلعبها لنادين وتصويبة ثلاثية ثلاثية نادين السلعاوي. يا سلام يا نادين، افتتحت نادي الثلاثيات النهاردة، أول ثلاثية في المباراة النهاردة من نصيب نادين السلعاوي، ترفع نتيجة 16-8. ودخل سوريا، يا سلام يا سوريا، دخل دخول الأسد كده على الباسكت على طول، بتسجل نقطتين، ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن أحمد جمعة المدير الفني لسموحة. طبعا حضراتكم كده نشوف المديرين الفنيين هيقولوا ايه للاعبي الفرقتين. وصلنا مسكت الكوره، ايه الازمه ان انا ابقى كلوز ما تخشش ان بتوين، عدت ان بتوين، ايزي باس ايزي باس باسكت، هتقفوا ان بتوين اقفلوا كلوز، يبقى هنا الباصه هنا يا هنا، ده ما ينفعش باص هنا، ادي ميستيك. المشكله الازليه ضاغط على الراجل ده لحد هنا، ده مستعد يجي، ودي قلبه داخله النص باسكت سايد، ودي سايد سايد، لما تحس ان مضغوط عليه اقرب واحد يمشي دبل تيم روتيشن. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين، مشاهدي قناة النادي الاهلي،
والكوره هتبقى لصالح سموحه من اسفل سله سموحه، 18 الاهلي، 8 سموحه، 3 دقائق 31 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى. هتطلع الكوره رضوى علاء، يلعبها لحبيبه، وحبيبه بتحاول تعدي ولكن خطا شخصي على رضوى محمد، الخطا الشخصي الاول على رضوى. ورانا بتطلع الكوره تلعبها لرضوى، رضوى علاء داخله على الباسكت تعكس الكوره لرانا، وخطا الشخصي بيحتسب الدكتور محمد دمياطي على نادين السلعاوي. الخطا الشخصي الثاني على نادين، خلي بالك يا نادين من اخطاء. هتصوب رنا الرميه الحره الاولى، ما بتنجحش في التسجيل، هتصوب الرميه الحره الثانيه. سن الحلقه ولكن في صفاره باعاده الرميه الحره، كابتن امين بيقول في لاعيبه من لاعبات الاهلي دخلت قبل ما الكوره تترك ايد رنا محمد. في سن الحلقه الصفاره انطلقت كده بالخطا، تروح الكوره للنادي الاهلي، داخله مرال، داخله مرال، و نقطتين 20 الاهلي 8 سموحه. حبيبه تلعب الريم، وريم داخله تلعب على طول لهنا، وهنا بتصوب وبتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 10 20. رضوى لتماره، وتماره بتعدي تلعب لمرال، لرضوى تاني لثريا، وتصويبه من ثريا في سن الحلقه، تروح الكره على طول لرضوى، هنا بتعدي، بتعدي هنا، تقف على كرتها تلعبها بره لرضوى علاء، رضوى لرنا لهنا تاني، وتتقطع الكره اوت سايد لصالح سموحه من اسفل سله النادي الاهلي. بتخرج نادين السلعاوي، اشوف كده مين اللي نزل، وبتنزل دينا عمرو كابتن فريق الاهلي. خرجت رضوى، وهقول لحضراتكم دلوقتي مين اللي نزل. جايده خالد اللي نزلت، يبقى كده عندنا جايده خالد في الملعب ودينا عمرو في الملعب. تماره تلعبها لثريا، ثريا بتعدي تلعب الكوره لجايده، تعكس الملعب لمرال، مرال الناحيه الثانيه لثريا، وتصويبه ثلاثيه، ايوه كده يا ثريا ثلاثيه، تاني ثلاثيه للاهلي 23 10، ثلاثيه رائعه من ثريا، والكوره مع سموحه ودخول على الباسكت، ونقطتين بتنجح تسجيلهم رنا محمد. ثريا مع الكرة تلعبها ناحية اليمين لدينا، دينا بتحاول تعدي، طلع الكرة بره الجايدة ناحية الشمال لثريا، تلعبها لميرال، وتصويبة ثلاثية، يا سلام يا ميرال ثلاثية. النهاردة كده نادي الثلاثيات إن شاء الله هيبقى معظم اللاعبات أعضاء فيه بإذن الله. كل ده بيمتع جماهير الأهلي اللي بتتابع أمام شاشات قضايا النادي الاهلي. خطا شخصي لصالح سموحه، والاهلي ارتكب اكثر من 4 اخطاء شخصيه، عشان كده الخطا الشخصي هيبقى برميتين حراتين. هتصوب حبيبه الرميه الحره الاولى، بتنجح التسجيل، هتصوب الرميه الحره الثانيه،
تنجح بالتسجيل. 26 الاهلي 14 سموحه ودقيقه على نهايه احداث الفتره الاولى. تمارا لثريا وداخله ثريا طلع الكره بره لجايده والزون مفتوح قدام جايده وداخله جايده ومحاوله في سن الحلقه تلمها تمارا وعكسيه من تمارا تلمها جايده وطلع جايده واوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. الكره مع دينا تلعبها لثريا وتصويبه ثلاثيه. ثريا محمد الثلاثيه الثانيه لثريا. 29 الاهلي 14 سموحه. تقطع الكره ثريا وداخله ثريا وداخله ثريا وبتصوب ثريا تلم الكره على طول ميرال ومحاوله وخطا الشخصي لصالح ميرال هيستوجب رميتين حرتين. تحذير من الكابتن امين هشام بعد الكلام على التحكيم. هتصوب مرال الرميه الحره الاولى بتنجح بالتسجيل. هتصوب الرميه الحره الثانيه وبتنجح بالتسجيل. 31 الاهلي 14 سموحه. الكوره مع حبيبه. حبيبه لرضوى وتصويبه في سن الحلقه من ريم تروح الكوره لثريا وتماره تحت الباسكت على طول لميرال وميرال لثريا وداخله ثريا وخطا الشخصي ونقطتين ورميه حره اضافيه. بتصوب الرميه الحره الاضافيه بتنجح تسجيلها. 34 14 وبتنتهي احداث الفتره الاولى. اعزائي المشاهدين والمتابعين مشاهدي قناه النادي الاهلي بتقدم النادي الاهلي 34 14 سموحه. Thank you.
بدأنا مع حضراتكم أحداث الفترة الثانية بين الأهلي وسموحة، والكرة مع سموحة، يعني الحيازة اللي جاية هتكون من نصيب الأهلي في قطع الكرة ودخول على الباسكت ومحاولة تروح لسموحة تاخدها نور الهدى أو نور المهدي، تلعبها ناحية اليمين نور لرنا محمد، رنا تسقط الكرة لمية حلوة تلعبها بره لرضوى، ورضوى بتحاول تبص ناحيه اليمين ولكن تقطع ترجع تاني لسموحه، ورضوى تحت الباسكت وتصويبه ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره تمارا، وتمارا تلعبها لفريده، وتصويبه من دينا في سن الحلقه واوت سايد لصالح سموحه. كابتن طارق بيكلم كابتن امين هشام بيقول الكره لصالح الاهلي، قال له لا انا شايف ازرق اوتسايد، الكره مع نور تلعبها لريم واوتسايد تقطع الكره وتخرج تقطعها تمارا وتبقى اوت لصالح سموحه. ريم هتطلع الكره تلعبها لنور لريم، ريم بتعدي داخله على نص الملعب ترجع تاني ناحيه اليمين لنور وتصويبه في سن الحلقه من فوق، تروح الكره على كل بيكو ودخول على الباسكت و تتقطع الكره تروح لسموحه، وتصويبه بره خارج الملعب اوتسايد. كرة مع بيكو بتعدي بيكو تاخد الكرة هات وخد، وداخلة بيكو خطفية عكسية في سن الحلقة، تروح الكرة على طول لسموحة نور لمية حلوة، مية الرضوى، رضوى لمي اللي بتصوب وبتسجل نقطتين 16 سموحة 34 الأهلي. الكرة مع بيكو لفريدة لتمارا وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة على طول لسموحة، الباصة ناحية الشمال للرضوى، رضوى لنور، نور قافلة عليها دينا تلعبها لرنا، ورنا بتحاول تعدي مقفول عليها، تلعبها لرضوى وتخرج الكرة تتقطع وتبقى خارج الملعب اوت سايد لصالح سموحة. بتنزل هنا من سموحة ونور هتطلع الكرة، تروح الكرة لرنا، ورنا بتحاول تعدي وتصوب رنا ولكن تاخد خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين على فريدة وائل، خطأ الشخصي الأول على فريدة. استفسار من الطاولة على قرار الحكم، هتصوب رنا الرمية الحرة الأولى، ما بتنجحش في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثانية، تنجح في التسجيل 17 34 34 الاهلي 17 سموحه. الكره مع بيكو بتعدي بيكو تعمل لها ستار يارا في نص الملعب لجيده، وجيده ليارا تحت الباسكت ومحاوله من يارا تلمها جيده، ويا سلام يا جيده بتوسع لنفسها ولكن في سن الحلقه، تروح الكره لمية حلوه، مية تلعبها لنور وبتعدي نور و
يوسف فاره، هنشوف خطا على المهاجم ولا قرار الكابتن هشام امين ايه. احتسب الخطا على جايده وبيحذر، بيقول في سيميليشن، بيتكلم كابتن طارق بيقول في تمثيل، يعني اي ادعاء ان في خطا شخص هيبقى خطا فني بعد كده. لا هو احتسب الخطا الفني، يبقى هو كده حسب الخطا الفني، احتسب الخطا الفني لصالح الاهلي. بس هو الكابتن امين هشام خد القرار كده، او الاشاره كانت سريعه شويه واحنا بنشوفها، بيشرح اهو الخطا الفني ليه للجهاز الفني لسموحه. وترجع الكوره تاني، احنا عارفين ان الخطا الفني بينفذ الخطا الفني، وترجع الكوره اللي معاه الكوره، الكوره كانت مع سموحه، يبقى هو احتسب سيميليشن، احتسب ادعاء خطا شخصي على لاعبه سموحه. الكرة مع نور داخلة على الباسكت، وصراع على الكرة والاحتكام لسام الحيازة لصالح النادي الاهلي. يبقى الحيازة الجاية كده، حضرتك تتابعوا معانا، الحيازة الجاية تكون لصالح سموحة. الكرة مع الاهلي، فريدة وائل بتوسع لنفسها، فريدة وداخلة فريدة وتتقطع منها الكرة، وهجمة سريعة لسموحة، اتنين على واحد ومحاولة وبتنجح رنا انها تسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 19 سموحة 35 الاهلي. بيكو سقطها لجايدة لبيكو تاني، وبيكو بتعدي وداخلة بيكو تلعبها بره جايدة، جايدة الفريدة، فريدة ليارا، وبينجح دفاع سموحه ان يوقف هجمه الاهلي. يعني بينجح انه يخليه يستهلك زمن الهجمه ال 24 ثانيه بدون فعاليه على الباسكت. في تغيير في صفوف الاهلي، بتنزل نيرال اشرف وبتخرج بيكو. الكرة مع ريم، بتسقط الكرة لرنا، ورنا خطافية عكسية ولكن بتاخد خطأ الشخصي يستوجب رميتين حرتين. هتصوب رنا الرمية الحرة الأولى. وبتصوب الرميه الحره الثانيه. 21 سموحه 35 الاهلي. الكره مع مرال، ومرال لقت الزون مفتوح على طول، قررت ودخلت وصوبت وسجلت مرال. هنا القرار بيتاخد في اقل جزء من الثانيه، لمحت الزون مفتوح قررت على طول وقامت داخله تسجل نقطتين. 37 الاهلي 21 سموحه. الكره مع سموحه، مي تلعب الريم ومحاولة على الباسكت، تاخدها دينا عمرو وتلعبها طويلة تحت الباسكت على طول لفريدة وتسجل نقطتين 39-21. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن أحمد جمعة المدير الفني لسموحة. تعالوا كده مع حضراتكم ونشوف تعليمات المديرين الفنيين هيقولوا إيه للاعيبة. بس انت افتحوا
يفتحوا كده. يلا ميرال بوكس عكس ميرال انت اوبشن ميرال تحت قوي. ميرال طلع طالع مدافعه شوطه وداخله. اختار الالعاب اللي تفيدنا احنا على حسب السيتويشن. تمام هرجع تاني هلعب مان تو مان. خلاص فريق ده الخلفيه فيها ايه؟ انتهى الوقت المستقطع. اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، محبي وعشاق كره السله واللاعبات في طريقهم لنزول الملعب. 39 الاهلي 21 سموحه، وبعض الاعداد واللقطات الجميله من طاقم اخراجنا المميز في قناه النادي الاهلي. وكره مع سموحه، هنا تعدي نص الملعب، هنا تلعبها لمية حلوة تحت الباسكت لرنا، وتصويبة بتسجل رنا نقطتين ترفع نتيجة 23-39. سوريا تلعبها الميرال، ميرال لدينا وداخلة دينا تقف على كورتها تلعبها بره ليارا، وتصويبة وبتسجل يارا نقطتين ترفع نتيجة 41-23. مية حلوة تلعبها النور، ونور بتعدي وداخلة نور تقف على كورتها مستنية حد يظهر لها، ولكن بتطلع على الكرة على طول ميرال أشرف وتطلعها خارج الملعب أوت سايد. كانت بتسقط الكرة لهنا، ولكن ميرال كانت قدامها طلعت على طول على الكرة خرجتها خارج الملعب أوت سايد. نور هتطلع الكرة وتصويبة ما تنجحش مي في التسجيل، تروح الكرة لريم وداخلة ريم على الباسكت، وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على دينا عمرو، وهتصوب ريم الرمية الحرة الأولى. ما بتنجحش في التسجيل في سن الحلقة. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما بتنجحش في تسجيلها. تلم الكرة يارا، يارا لسوريا، وسوريا بتعدي وداخلة سوريا تقف على كورتها تلعبها بره لنادين. نادين عايزة كده تقف تاخد موقعها وتصوب ثلاثية، ولكن مقفول عليها. تروح لسوريا، سوريا تصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لميرال، ميرال لنادين، ونادين بتحاول تعدي تعمل لها ستار يارا وعايزه تسقط، ولكن تقطعها هنا واتنين على واحد، وداخله ريم وداخله ريم وبتصوب ريم تقف على الحلقه وتروح تاني لنادين وتعكس الهجمه وتاخدها ميرال، وميرال بتحاول تعدي بتعدي من هنا وتلعبها كده ارضيه لدينا اللي عايز تلعبها عكسيه تقطعها هنا تروح تاني لدينا، ودينا تصويبه ثلاثيه ثلاثيه. دينا عمرو عضوه جديده في نادي الثلاثيات النهارده، دينا عمرو كابتن فريق الاهلي، ترفع نتيجه 44-23. والكره مع ميه حلوه، ميه تلعبها النور وتصويبه من نور في سن الحلقه، تروح الكره لدينا، ودينا تلعبها ناحيه اليمين وتصويبه في سن الحلقه من ميرال اشرف، تروح الكره لهنا، هنا الريم، ريم لمية حلوه وتصويبه من مية في سن الحلقه، تروح الكره لميرال وتعدي ميرال واحد على واحد، بقوا اتنين على واحد ومعاها دينا، ولكن بتنجح انها تسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 46 الاهلي 23 سموحه. بص الثلاثية بتاعت دينا عمرو ولا أروع، ثلاثية رائعة. مية حلوة تلعب الكرة لريم أسامة، وداخلة ريم، وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين لصالح ريم أسامة. خطأ الشخصي على يارا أسامة، خطأ الشخصي التاني.
في تغيير في صفوف الاهلي وتغيير في صفوف سموحه. يارا خرجت ونشوف مين نزل مكانها. نازله تمارا ونازله جايده كده. الملعب فيه تمارا وجايده وسريه ونادين. اقول لحضراتكم مين الخمسه الموجود. مراه الموجوده في الملعب كانت بتكلم كابتن علياء. رميتين حرتين لصالح سموحه. ريم اسامه تنجح تسجيل الاولى 24-46. ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه. تمارا تلعبها لثريا. ثريا بتحاول تعدي وتعدي وتلف. يا سلام يا ثريا، يا سلام يا ثريا، ما شاء الله عليك يا ثريا. يعني صدق اللي سماكي ملكه يا ثريا، ما شاء الله عليك ملكه الحركات، وبتعمل فنتات وتمويهات جميله جدا. بتقدر تعدي بالكره، لو شفناها تاني هتتفرجوا على جمال الدخول بتاع ثريا والتسجيل النقطتين اللي هي سجلتهم دلوقتي 48-24. الكره مع سموح. مية حلوه وتصويبه من مية، ما تنجحش في التسجيل. تلم الكره على طول تماره، تماره لثريا وتصويبه في سن الحلقه. تروح الكره على طول لسموحه. ريم اسامه، ريم لرضوى، تاخدها نور. نور ناحيه الشمال لرضوى، تسقط الكره وتصويبه بتنجح بتسجيل ملك سامي. ترفع النتيجه ل 26 سموحه 48 الاهلي. ثريا، بس حضراتكم الدخول بتاع ثريا، ويا سلام لو كنا شفناها من بدايتها كده، يعني ولا اروع. مرال تقطع الكره من مرال، تروح لنور وهجمه مرتده وواحد على اثنين وداخله، وداخله نور وبتسجل نور، وتحصل على خطا الشخصي برميه حره اضافيه. خطا شخصي على جيده. ثمانيه واربعين ثمانيه وعشرين، وبتنجح تسجيل الرميه الحره الاضافيه 29-48. ثريا شاور كده بتقول لها افتح الزون. ثريا تلعبها لنادين وتصويبه ثلاثيه. ثلاثيه نادين السلعاوي، الثلاثيه الثانيه لنادين. وبتنتهي احداث الفتره الثانية والشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 51-29 سموحة. مشاهدينا الأعزاء استراحة قصيرة على أن نعود لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني، فانتظرونا. شكرا لحضراتكم، كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل أبو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، مرة أخرى يسعدني أن أكون معكم دكتور وائل أبو العزم، وأحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وسموحة في إطار الجولة السادسة للدوري الممتاز السوبر 2023-2024 والترتيب من 1-8. انتهت أحداث الفترة الأولى والثانية، الشوط الأول بتقدم الأهلي 51-30 سموحة. ولحظات هنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الثالثة، وعلى ما نبدأ أحداث الفترة الثالثة هفكر حضراتكم كده سريعا بتشكيل الأهلي وسموحة. بيمثل الأهلي هنا سالم، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا، محمد دينا، عمرو رضوى، محمد فريدة، وائل، جودي الجهري، تمارا السيد، حبيبة، بيكو، يارا، أسامة، جايدة، خالد. أما سموحة مي حلوة، رضوى علاء، ريم أسامة، رنا محمد، ملك عبد القادر، حبيبه لطفي، ملك سامي، فريده طارق، ايتن ايهاب، هلا عبد العال، نور المهدي، حنين احمد. يحكم لقاء اليوم الدكتور محمد دمياطي والكابتن امين هشام. على الطاوله سما سليمان، احمد طارق حامد، طه عماد، رويده عمرو الزيات.
يمكن على ما نبدا كده بقول لحضراتكم لقاء الاهلي وسموحه خلال الموسم. الاهلي تقابل مع سموحه مرتين، فاز على سموحه 80 54 65 38 وده كان في الدور قبل النهائي للدوري المرتبط. بدانا احداث الفتره الثالثه والكوره مع سموحه والحيازه الجايه للاهلي ودخول على الباسكت من رنا محمد، تروح الكوره للنادي الاهلي تاخدها ثريا، وثريا بتعدي نص الملعب تلعبها ناحيه الشمال لنادين، لنادين تاني، ونادين بتعدي على نص الملعب تلعبها لثريا، وتصويبه ثلاثيه بتنجح تسجيلها فريده وائل ترفع النتيجه ل 54 30. خطا شخصي لصالح سموحه يستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي كده. الخمسه اللي في الملعب نادين، فريده وائل، ثريا، جايده، تماره، نادر، السيد، نور تلعبها لملك، ملك تلعب الكره على طول لرضوى تاخدها تاني ومحاوله على الباسكت ونقطتين بتسجلهم ملك سامي ترفع نتيجه 32 54. ثريا نادين طلع الكرة الجيدة، جيدة لنادين، ونادين تلعبها لتمارة، وتمارة يا سلام يا تمارة خطفية عكسية بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 56 32. الكرة مع سموحة، رانا محمد وباصة تحت الباسكت ولكن بتخرج خارج الملعب ما بتعرفش تمسكها ملك سامي على طول. كابتن محمد دمياطي بيحتسبها أوت لصالح النادي الأهلي. ثريا لنادين، نادين تعكس الملعب لثريا وتصويبة في سن الحلقة من جوه، يعني لو قليلة سنتي يا ثريا كنا قلنا الثلاثية الثالثة. الكرة مع رنا، رنا تلعبها لنور، سقط الكرة الملك، ملك تلعبها المي، وتصويبة من رضوى في سن الحلقة تلم الكرة على طول تمارة، تمارة لثريا، ثريا لفريدة، لثريا تاني تعكس الملعب لنادين، نادين لثريا، تسقط الكرة لتمارة وتمارة داخلة، يا سلام يا تمارة يا سلام يا تمارة، دخلت وسعت وموهت وصوبت وسجلت 58. بص حضراتكم اهي 58 32. ملكة تطلع الكرة تلعبها لنور، نور بتعدي نص الملعب لرضوى تعكس لرنا، رنا المي، مي تعكس الملعب لنور وداخله نور وبتسجل نور وتحصل على خطأ الشخصي يستوجب رمية حرة إضافية. هتصوب الرمية الإضافية ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول للأهلي، ثريا تشاور لهم كده برقم الخطة اللي يلعبوا بيها، لجايدة لثريا، لفريدة لثريا، تعكس الملعب لنادين، نادين لثريا، وتصويبة بره بعيد عن الحلقة يا ثريا، تروح الكرة على طول لرضوى، رضوى علاء تلعبها لمي، مي ناحية اليمين لرنا، وتمرة قافلة على ملك، وخطأ الشخصي يحتسب الدكتور محمد دمياطي على نادين هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي الثالث على نادين. هتصوب نور الرمية الحرة الأولى تنجح التسجيل، وهتصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح في التسجيل.
ثريا لتمارا النادين وتصويبه في سن الحلقه تلم الكره فريده وما تلحقهاش تخرج اوت سايد لصالح سموحه. 58 الاهلي 36 سموحه. وتغيير في صفوف سموحه بتنزل ايتن ايهاب. الكره مع ايتن تلعبها لنور. نور لايتن لرنا تلعبها المية حلوة وبتلف توسع لنفسها رنا محمد وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 38 58. ثريا لجايدة تعكس لنادين ونادين لجايدة تحت الباسكت ويا سلام يا جايدة دخلت على طول مع اللوحة وتسجل نقطتين ترفع نتيجة ل 60 38. الكرة مع ايتن. ايتن لملك. ملك بتحاول تعدي قافل عليها جايدة وتمنحها من التصويب تروح الكرة لنادين وباصة طويلة لفريدة وفريدة بتموه كده انها هتباصي ناحية اليمين وبتسقط الكرة في منطقة العمليات في الزون على طول بيقطعها دفاع سموحة خارج الملعب اوت سايد. ثريا تطلع الكورة. نادين وفريدة طالعين وبتنزل ميرال وهنا سالم. هنا سالم هنا سالم من 20 سنة وبيستعين بيها الكابتن طارق في الدرجة الأولى. جايدة لثريا وثريا تلعبها لتمارا وتمارا بتعدي وداخله تمارا تلعبها بره لميرال وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه. ايه الثلاثيه الثانيه لميرال اشرف؟ يعني مع اخر ثانيه كده تقريبا في زمن الهجمه ترفع النتيجه ل 63 38. تمارا وثريا وتصويبه في سن الحلقه وخطا الشخصي هيستوجب ثلاث رميات حره على رنا محمد. هنا الكابتن امين احتسب ايه؟ دكتور دمياطي هنشوف. يمكن احنا سمعنا الصفاره ولكن ما شفناش اشاره الحكم. هنشوف كده قراره كان ايه؟ واضح انه احتسب خطا فني على ثريا سيميليشن او تمثيل. يعني احنا لسه كده بنقول الكابتن امين هشام من الحكام الواعده ولكن في النهايه هنقول دي رؤيته وهي زاويته وهو اللي شايف. بتصوب الرميه الحره نتيجه الخطا الفني ريم اسامه. كده الكره ترجع تاني للنادي الاهلي من الكرة كانت في حالة تصويب كانت في الهواء عشان كده احتسب او احتكم لسهم الحيازة. يعني الكرة كانت في الهواء مش في حيازة حد يبقى لازم يحتكم لسهم الحيازة. سهم الحيازة هنا لصالح الاهلي. وفي الحالة دي طالما رجع للي كان معاه الكرة بكمل اوتسايد. الكرة مع ثريا. ثريا لتمارا وتصويبه من ميرال في سن الحلقه تروح الكرة لحنين. حنين تلعبها لحبيبه وحبيبه بتعدي تقف على كرتها ومحاوله وسرعه على الكرة هتبقى الحيازه لصالح سموحه. لسه الكابتن طارق بيتكلم مع الكابتن امين هشام حوالين الكره اللي فاتت والثلاثيه اللي فاتت. يعني لو هي موجوده في الاعاده نبقى نشوفها وساعتها هنقول ولكن في النهايه هو قرار الحكم. الكره مع تمارا
ودخول من مرال وبتسجل نقطتين مرال ترفع نتيجه 65 39. حبيبه لطفي بتسقط الكره الملك وبتنجح انها تسجل نقطتين. ثريا لتمارا، تمارا لهنا، لتمارا تاني، والاحتكام لسهم الحيازة لصالح النادي الاهلي. الاحتكام لسهم الحيازة وتغيير، بتنزل جودي الجوهري، برضو جودي من تحت 18 سنة بيستعين بها الكابتن طارق وأثبتت كفاءة في المباريات اللي لعبتها مع النادي الأهلي في فريق السيدات. ثريا ميرال وتصويبة سن الحلقة طلعها أيتن خارج الملعب أوتسايد. وباصة تحت الباسكت على طول لميرال وخطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. ولسه حوار ما بين الكابتن امين هشام وصرايا على نفس القرار، وطبعا التحكيم دائما وابدا بيبقى محور حوارات داخل المباريات. يمكن بتسعى لجنة الحكام الرئاسية انها تطور الاداء التحكيمي، ويمكن كان عندهم قريب في امتحانات ترقي للدرجة الاولى وعملوا لهم نظام جديد للامتحانات ونظام بنظام الاوبن بوك او الكتاب المفتوح، بحيث انهم يشوفوا الحكم يقدر يخرج المواد ولا لا، وعملوا نظام جديد. يعني نتمنى ان شاء الله انه يؤتي ثماره ويبقى في نهضة كده دائمة في اداء الحكام. احنا شفنا حكامنا مثلونا في كأس العالم زي الكابتن وائل ابراهيم والكابتن ايه خالد ربنا يشفيها، اصيبت برباط صليبي بنتمنى لها كل الشفاء. طبعا الكابتن ساره جمال، لو عدينا حكام يمكن هناخد وقت طويل لشرفونا في المحافل الدوليه، فدايما احنا بنتمنى ان التحكيم يبقى بخير. الكره مع سموحه ودخول على الباسكت وبتنجح حبيبه انها تعدي وتسجل نقطتين لسموحه ترفع النتيجه 43 66. اوتسايد لصالح سموحه من الحد الجانبي. وخارجه ثريا، هنشوف مين نزل مكانها. وكوره مع سموحه. نزلت بيكو. تروح الكوره لحنين. حنين لريم وتصويبه. تنجح انها تسجل نقطتين ترفع نتيجه 45 66. بيكو تلعب الهنا، هنا لمرال وجايده بتلف وتصوب، جودي الجوري عفوا بتلف وتصوب، تروح الكره على طول لسموحه. حنين طلع الكره بره وتصويبه من ريم بتنجح انها تسجل ثلاثيه، اول ثلاثيه لسموحة عن طريق ريم أسامة كابتن فريق سموحة. 48-66 وتمارا بترد عليها. تمارا الثلاثية، تمارا بترد عليها بثلاثية. وبتاخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. تنجح في تسجيل الرمية الحرة الإضافية 70-48. والكرة مع حبيبة بتعدي نص الملعب. حبيبة تلعبها ناحية اليمين لريم، ريم لأيتن لملك لحبيبة وتصويبة في سن الحلقة ترد على طول تروح للنادي الاهلي، تاخدها هنا وهنا تقف على كرتها
تلعبها لتمارا، تمارا البيكو تصويبه في سن الحلقه وتتقطع الكره خارج الملعب، اوت سايد، اوت سايد لصالح النادي الاهلي من الحد النهائي. وفي تغيير في صفوف سموحه، بتخرج ملك وبتنزل ملك عبد القادر، بتخرج ملك سامي وبتنزل ملك عبد القادر. الكره مع النادي الاهلي، هنا تلعبها لتمارا، لهنا تاني لتمارا تحت الباسكت وداخله، بتطلع الكره بره لبيكو، وبيكو لتمارا وتصويبه في سن الحلقه، تروح على طول الكره لريم اسامه، ريم بتحاول تعدي وخطا شخصي على بيكو. خطا شخصي على بيكو هيستوجب رميتين حرتين. الاهلي ارتكب اكثر من اربع اخطاء شخصيه. تنجح تسجيل الرميه الحره الاولى ريم اسامه. وبتنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه 70 50. سيدور جيستي المدير الفني للدرجه الاولى الرجال قاعد بيتابع المباراه ومعاه الجهاز الفني كله، انا شايف موجود كابتن خالد العوري مدير النشاط الرياضي برضه موجود بيتابع. والكوره مع سموحه ريم اسامه، واوت سايد لصالح سموحه. ريم بتعدي ريم وداخله، ريم طلع الكره بره لحبيبه وتصوب ريم في سن الحلقه، تطلع تلم الكره تماره وتعدي تماره وتلعبها لميرال، وداخله ميرال وخطا شخصي لا بيقول العب، وتصويبه في سن الحلقه. وتنتهي احداث الفتره الثالثه بتقدم الاهلي 70 50. دقيقتين فاصل ما بين الفترة الثالثة والرابعة ونكمل مع حضرتك. Thank you.
وبنرجع لحضراتكم واحداث الفتره الرابعه بين لقاء الاهلي وسموحه والكره مع سموحه لحنين لحبيبه، حبيبه تلعبها لملك عبد القادر، تسقيطه تحت الباسكت لهنا ومحاوله على الباسكت، تلم الكره على طول جودي الجوهري ولكن تتقطع تاني، تروح لايتن، ايتن تلعبها لريم اسامه، وريم بتطلع بره لحبيبه، لريم تاني وتصويبه من ريم ما تنجحش في التسجيل، تلم الكوره جودي الجوهري تلعبها لبيكو، وشايف سموحه بتلعب مالي ضاغط من اول الملعب، تروح الكوره ناحيه الشمال لمرال، مرال لبيكو، بيكو لهنا وتصويبه ثلاثيه، يا سلام يا هنا، يا سلام يا هناء، يا سلام يا هنا، تصويبه حلوه قوي مع اللوحه بتدخل على طول بتسجل ثلاثيه ولا اروع من هناء، ترفع نتيجه 73-50. تقطع الكوره ميرال ودخول على الباسكت تلعب، يا سلام يا هناء عملت فيك حلوه قوي، ولكن لو طلعت بيه على طول، ولكن هي لقيتها لسه واقفه قدامها كانت فينس منعت انها تطلع، فضلت انها تطلع الكوره بره، وتصويبه ثلاثيه، ثلاثيه هناء سالم، ما شاء الله عليك يا هناء، الثلاثيه الثانيه لهناء، ما شاء الله عليك يا هناء، 76-50. تتقطع الكوره وتروح لدينا عمرو، وداخله دينا، داخله دينا وبتسجل نقطتين، 78-50. وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني لسموحة، خلينا نشوف مع حضراتكم كده ايه التعليمات اللي هتتقال من الاثنين مديرين فنيين للاعباتهم اثناء الوقت المستقطع. كويس على دماغك انت ماشي يا حبيبي، على دماغك انت ماشي تمام كده حبيبي، صدقت بقى انت محلقنا كلنا حواليك، معلش نعملها يعني جنب السرير على السلم، انما في لا الله وجع قلبي من زرعات ربنا. انتهى الوقت المستقطع، اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عشاق كرة السلة ومشاهدي قناة النادي الاهلي، يمكن زي ما قلت لحضراتكم كده اللي بيحكم النهارده الدكتور محمد دمياطي والكابتن امين هشام، بيراقب المباراة الكابتن احمد كامل مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة. انتظار لعبة سموحة، بدأنا في النزول، الكرة مع سموحة وهنا بتصوب وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 52-78. بيكو بتعدي بيكو، الزون مفتوح وداخلة بيكو، تطلع الكرة بره لجودي وتصويبة من جودي بتخبط في سن الحلقة وتروح لسموحة، تاخدها على طول حبيبة لطفي، حبيبة بتحاول تعدي حبيبة وبتعدي ولكن ما تنجحش في التسجيل، تلمها جودي تلعبها لدينا وقدام على طول دينا لميرال، وميرال تاني على الباسكت وبتسجل ميرال نقطتين ترفع النتيجة ل 80-52. حبيبة تلعبها لايتن، ايتن لريم وتصويبة ثلاثية لسموحة بتسجلها هنا عبد العال، أول ثلاثية لهنا 80-55، وكرة من بيكو لجودي جوهري، لبيكو تاني وداخلة بيكو تلعبها لجودي، يا سلام على الجملة الجميلة من بيكو وجودي الجوهري، هاتوا خد الاتنين مع بعض وسعوا لنفسيهم، دخلت وسجلت نقطتين ولا أروع، بترد دايتن بتصويبة في سن الحلقة تلمها دينا، بتعدي نص الملعب دينا، دينا لمرال سقطها
لجودي اللي بتحاول تلعبها خطافية ولكن خارج الملعب أوتسايد. في تغيير في صفوف النادي الأهلي، نشوف كده مين اللي هينزل. تنزل جايدة ويارا والكرة مع سموحة حبيبة، تخبط الكرة في ايد ملك عبد القادر. هنشوف كده الكابتن دمياطي بيقول ايه. لا بيقول اوت لصالح سموحة. حبيبة تلعبها لملك عبد القادر ومحاولة على الباسكت من هنا، تروح الكرة للنادي الأهلي تاخدها بيكو، بتعدي بيكو تقف على كرتها وتعدي تاني تسقط ليارا، يارا تطلع بره وتصويبة في سن الحلقة من هنا، تروح الكرة على طول لريم أسامة. ريم في نص الملعب تعكس على طول لرنا محمد وداخله رنا وبتسجل نقطتين وتحصل على خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. تعليمات من الكابتن طارق خيري للاعباته. جميل ان الكابتن طارق خيري رغم ان بيبقى فيه فرق سكور ولكن بيفضل على طول مدي لاعباته التعليمات والتحفيز عشان يفضلوا على طول ادائهم متنامي في الملعب. مفيش حاجه اسمها احنا في فرق سكور احنا في فايزين، لا لازم اكمل ولازم افضل مسيطر طول المباراه. الكره مع جايده تلعبها لهنا، هنا لدينا ودينا بتحاول تعدي دينا وتصوب دينا، تلم الكره يارا تتقطع منها الكره تروح لحبيبه وحبيبه باصه طويله وتطير على الكره على طول هنا سالم وتطلع الكره خارج الملعب اوت سايد لصالح سموحه. حبيبه تطلع الكره لرنا، رنا تلعبها لملك عبد القادر تتقطع الكره لجايده، جايده تقطع منها الكره تروح لحبيبه وحبيبه خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. دينا تطلع الكره تلعبها لبيكو، بيكو بتعدي ناحية الشمال لجايدة، جايدة بتنزل على نص الملعب وتتقطع منها كرة تشد من ايديها وهي داخلة، تروح الكرة لسموحة ودخول على الباسكت ونقطتين لصالح رنا محمد وخطأ الشخص يستوجب رمية حرة إضافية. 82 الأهلي 59 سموحة ورمية حرة إضافية لصالح سموحة. تغيير الاهلي بيستعد لنزول ثريا وتمارا. 82 57 تنجح تسجيل الرمية الحرة. 82 58 الكرة مع ثريا، ثريا الجيدة، جيدة لتمارا وتمارا تلعبها لثريا وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة على طول لتمارا، تمارا ناحية اليمين ليارا، ليارا تدع منها الكرة تروح الكرة لفريدة طارق من سموحة لمية حلوة، تعكس الملعب لرنا محمد وتصوب تلمس الحلقة وتروح لثريا
وسرية تطول الكرة على طول لتمارة، وتصويبة ثلاثية ثلاثية جايدة خالد، ثلاثية جايدة خالد ترفع نتيجة 85-58. يعني بنقول الأرقام هي هي، ولكن الأحد مكان العشرات وتبادل الأماكن بيفرق في السكور. 5-8-8-5. والكرة مع سموحة فريدة وتصويبة، وعلى طول ترفع النتيجة ل 60-58. ثريا في تصحيح، كان التصحيح ده الاثنين بونت اللي اتحطوا دلوقتي لسموحة زي ما احنا شايفين كده على الشاشة الرئيسية 84-62. كان طاقم الإخراج عندنا حاطط الباسكت بعد ما تسجل، ولكن اتأخرت لوحة التسجيل ولما جت الكاميرا عليه رجعنا تاني ليهم، ولكن صححوا فرجعنا للتصحيح. يعني أنا عايز أقول تحية لطاقم الإخراج عندنا إن احنا كنا أصح، وطاقم التحكيم هو اللي عدل لوحة التسجيل عنده في الملعب بناء على اللوحة بتاعتنا. فتحية كده من معلق المباراة لطاقم الإخراج بقناة النادي الأهلي. يبقى النتيجة 84 الأهلي 62 سموحة. الكرة مع حبيبة رنا، فريدة طارق تلعبها لهنا عبد العال، لحبيبة، لمية حلوة، سقط الكرة لكن تقطعها تمارة، وتمارة تلعبها لثريا، وثريا لقت نفسها استلمت في العمق على طول ترجع لدينا، ودينا لتمارة، وتمارة لثريا ناحية الشمال، وثريا داخلة وتصويبة وتنجح في التسجيل وترفع النتيجة ل 84-62. الكرة مع رنا محمد، رنا لفريدة طارق تعكس الملعب لمي حلوة، مي لهنا، وهنا تسقط الكرة ولكن تقطعها تروح على طول لدينا، ودخول على الباسكت ونقطتين 88-62. الكرة مع مية حلوة، مية تلعبها لفريدة طارق، وخطأ الشخصي على جايدة خالد، هاي السوجي بتخلي الكرة من الحد النهائي. طب حد هيقول ليه بيسأل الحكم الطاولة اوت سايد؟ عايز يشوف هل ارتكب الاهلي اربع اخطاء شخصية ولا لا، عشان اذا كان كده هيتلعب رميتين حرتين. مية حلوة بتوسع لنفسها وبتصوب وتطلع تنزلها بالكرة، يارا تروح الكرة على طول لثريا، وثريا داخلة، ثريا داخلة، ثريا، ويا سلام يا ثريا. 90-62 ودقيقة 45 ثانية على نهاية المباراة. الكرة مع حبيبة وخطأ الشخصي على ثريا. لا هنا هنشوف القرار ايه. هو احتسب دبل دريبل، احتسب دبل دريبل، حتى الكابتن امين بيبص له كده بيقول له فيه ايه، فاحتسب دبل دريبل. والكرة مع ثريا لتمارة لجايدة، وتصويبة سن الحلقة تروح الكرة لسموحة، مية حلوة تلعبها ناحية الشمال لفريدة طارق اللي بتصوب بعيد عن الحلقة تلمها ثريا، وثريا بتعدي وداخلة ثريا تلعبها لجايدة، وجايدة بتصوب بعيد عن الحلقة وتخبط في ثريا، والكرة كانت خبطت كده في لعيبة سموحة رنا محمد، ولكن قبل ما تنزل على الأرض بره خبطت في ثريا وهي في الأوت سايد، بقت أوت سايد على النادي الأهلي. حبيبة مية حلوة تقطع منها الكرة، ولكن كابتن أمين هشام بيقول أوت سايد على، هنشوف كده قراره إيه، أوت سايد على مية حلوة.
ثريا بتعدي ثريا تنزل تاني على نص الملعب تخبط الكوره في قدم حبيبه لطفي وتخرج خارج الملعب اوت سايد. كابتن امين هشام الاشاره دي بيقول جدد زمن الهجمه ل 14 ثانيه. طب لو احنا ازيد بنفضل زي ما احنا فوق ال 14 ثانيه. ثريا تلعبها لدينا ودينا تسقط الكوره ليارا تتقطع الكوره تروح لسموحه تاخدها على طول رنا محمد رنا يتقفل عليها تلعبها في نص الملعب لفريده طارق تروح الكره لتمارا لثريا بتهدي اللعب ثريا. هنشوف كده بيكتفي لاعبات الاهلي بنتيجه المباراه والكابتن طارق خيري وبيسلم على الجهاز الفني بسموحه وبتنتهي المباراه بفوز الاهلي 90-62 سموحه. مبروك النادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء عشاق كره السله في كل مكان مبروك النادي الاهلي الفوز بالمباراه 90-62. فاضل له مباراه واحده في الدور الاول مع سبورتنج وكل الامان الطيبه للنادي الاهلي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في مباريات اخرى. كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم.